Je suis trop tard. شدليا كيف كانت حية؟ كنت تروح تفطر بحناها؟ ونهلا حد تخرجهم يدوروا؟ تخرجهم ونحوص بيهم شملهم لهواء. هذا الكل يوسف معشوش سرقتوا له 12 سنة من عمره. أنت وأمثالك وهذا أنا وأمثالي ما ناش مسامحينك عليه. أنا حق اسمع لحياتي الخاصة. فاصل نجم نمر به للشيء اللي في جيل بعد اللي هو كيفاش عاودها؟ لا لا ما نجم نعاودها تو امبوسيبل. دونك باش نمروا للسياسه هذه يا سيدي. جمال مدني الان وهنا الظرف الان وهنا الان وهنا عاودها مع الضيف كبير الان وهنا الان وهنا الان وهنا مالش نوم الظرف الان شنو قولك انت في الشيء اللي قاعد يصير الظرف الحالي هذا؟ انا والله نحب نبدا منين بديت انت من كلمه نمر فكرتني في المراره. ونحن نعيش مرحله مره رغم هكا معناها ما برشا تعتبر فيها ايجابيات ولكن بالحق سلبياتها اكثر من ايجابياتها لانها مر لانها تخوف لانها تفجع لانها تهدد لانها ما تاسسش بالعكس ما نجمت كانت ترجع بينا بالتوالي بالتوالي وناس معناها على اعصابها وتنظر لنا وهي تونس معناها تونس المشكل انه هالبلاد هذيا انا ديما نقول راهو ما يلزمهاش رئيس راهو يلزمها شيف سيرفيس معناها تجي اداري معناها اي بي دي جي يحطوا لك هاو فاش قام مجلس تاسيسي ووزراء ومدري شنيا على 10 ملايين 10 ملايين 10 ملايين راهو مش معقول راهو شيء راهو والمناطق المحرومه وما المحرومه انا محرومه بتاعك انت البحر اللي عندنا يوكل 800 مليون من البحر برك نجموا نعيشوا في تونس من تربيه الاسماك نجموا نعيشوا قلت لهم مره لو كان كل واحد يربي 10 دجاجات عربي في الدار الشعب التونسي يولي بخير نصدروهم العظم العربي معناها ما عندناش مشكل احنا شنو اخي احنا كيما مصر ولا كيما الصين ولا كيما امريكا ولا كيما لا جغرافيا كبيره والخيرات موجوده دقلة النور اللي حكينا عليها قبليك صدق مع المسرح الزيتون موجود الزيت القمح القمح كل شيء موجود وعلاش تخلي فيهم انت في مناطق هذوك اللي تسميهم انت المناطق المحرومه ثم هما علاش قاعدين في المناطق المحرومه شو اقعد غاديك تو نجيب لك علاش تكذب عليه ما تنجمش تجيب له ماكش قادر باش تجيب له من حقه انه يمشي يجي لهون لتونس العاصمه باش يخدم وباش ياكل الحوت وباش ياكل ويهز ولاده لدحدح ويهزهم للسبيطار اخي شنو هي 10 ملايين؟ انا ما نجيبش حتى القاهره بعدين 10 ملايين الكل نجم نكونوا في مدينه راهو كي نعملوا لها انفراستركتور صحيحه معناها قلبين هالدنيا واهالي درا شكون يحتجوا خاطر يحبوا قالوا لهم بعدهم بالسبيطار كيفاش هل يعقل معناها قريه فيها ما نعرفش 20,000 ساكن باش نعملوا لهم هذوما معناها دور سينما ودور ثقافه وسبيطار ومعاهد وكليه خاصه بهم في العالم اجمع مش موجوده هذه انت كيف عندك مناطق فلاحيه كما سيدي بوزيد مثلا منطقه فلاحيه تبارك الله معناها تنجم تنتج والمستثمر قال لك ما نجمش نعمل انا نحب نكون قريب من البرد مش سلعتي نخرجها لبرا نزيد نخسر عليها انا اسانس وترانسبور وكاميون وشوفار فجيب جماعه سيدي بوزيد وعمل لهم حي يا سيد في سوسه وجيو يخدموا غاديكا في المعامل وشنو هما وخلي في سيدي بوزيد الفلاح اللي نجم يكون غاديكا متواجد كما ترى في فرنسا لا كومباني ما خير مال الناس تعيش هكا تعيش في المدن احنا لا مشتين هكا مشتين برشا برشا وديما يجي كل واحد يقول هاو باش احنا باش نوصلوا لكم اش باش توصلوا علاش كنت تكذب ما تنجمش توصلوا توعد فيه بالكذب وحرام عليك انك باش تخلي له معناه يزيد يضيع بقيه عمره هذا الكل
ما عاشوش، سرقتوا له 12 سنه من عمره، انت وامثالك، وهذا انا وامثالي ما ناش مسامحينك عليه. واحزاب 800 حزب وناس كل برشا كلام ولا تخويف زادة بل القتل بل الإرهاب وحتى شيء معناها ما الصحيح ما تلقاش. أنا حاولت مثلا قلت ما خارج وزارة الداخلية قالت راهو كمال القذقاذي هو اللي قتل شكري بالعيد هكا معناها بار كوريوزيتي حبيت نسأل شكونه كمال القذقاذي ما لقيتوش في تونس. حبيت نعمل بحث أنا على كمال قذقاذي باش نمشي نشوف ولاد حومته وصحابه وين كان يخدم نحب نقعد معاهم يعطيوني شويه يحكيوا لي على طبيعته. قلت علي نلقى شخصيه باش نخدم عليها مسرحيه ولا باش مشيت لوجت عليه جنبي فركست سألت ما فماش لا صحافي حتى صحافي ما يعرف وزاره الداخليه اللي سألت في وزاره الداخليه قالوا لي عنده الادريس اللي طلع بها بطاقه تعريف 2 ناجل المغرب اللي هي باب الجزيره ما يعرفوش في 2 ناجل المغرب ولاد باب الجزيره هذيك نعرف برشا منهم. قلت لهم راني حبيت نقابل شكون اللي عايش معاه فين كان يخدم كيفاش ياكل كيفاش مش موجود معناها الى درجه اني نهار قلت هذا يظل ممكن يكون راهو متوفي عنده عام ونص ولا عامين ووقت وزارة الداخلية تغصرت ودرشناها خرجت اسم تاع واحد مات قالوا هاي قول راهو فلان الفلاني وكا هو فكوا علينا ها هما توقف قالوا راهو هرب للجزائر تي زينب له هرب للجزائر يعطيني ساعة هو في تونس فين كان يسكن بربي أمان نحب واحد صاحبه هاي قلت أنا توا في تلفزة هذيا شكون على الفيسبوك أخي توا تي تونس صغيرة راهو لو كان جا هو كان مثلا يسكن في الزهرة سي كمال قذقاذ راهو توانسة الكل عرفوا اللي هو يسكن في الزهرة قول لي أنت فين يسكن كمال قذقاذ هذا قاعدة عملية البحث في الجمال من اللي قررت أني نحب نكتشف هالشخصية هذه شنو هي الدوافع شنو خاطر بصفتنا احنا معناها نقولوا احنا فنانين ونبحث ونحبوا نلوجوا ونحبوا الظاهرة معناها خوفتنا فجعتنا قلت معناها كيفاش شنو الدافع اللي يخلي السيد هذا يمشي يهز فرد ويقتل شكري بالعيد اللي ما عمل له حتى شيء ما ضروش ومازال ما عملش سياسة شكري بالعيد مازال كي بدا يعمل في السياسة خاطر قبل يعمل في السياسة أما مقموع في وقت بن علي كيف جات الثورة معناها بدا يتحرك باش يعمل سياسة شنو هو الدافع اللي يخليك تقتل شكري بالعيد معناها حاجة مش مفهومة راهي غريبة راهو ما تلقالهاش تفسير باش نسألك جمال شنو هي وضعية الفنان توا بعد عامين واش من الثورة وشنو لازمو يعمل توا الفنان باش يتواصل في المجتمع هذا في بلاد صغيرة كيما تونس؟ والله أنا أقول أنه دور الفنان في الفترة هذه مهم برشا مهم على الأخر وكلمته مسموعة توا أكثر من قبل الفنان رغم ما يقولوا مش يقول ورغم انه وسائل الاعلام تهتم اكثر بالسياسيين اصبحوا هم النجوم تاع قبل كانوا الكوارجيه والمغنين تو ولاو السياسيين لكن مثلا كي كنا نشوف ابراهيم انه الاغلب اللي مازلنا كي قدمناها وقاعه الفن الرابع تتعبى في 3 عروض الوالة نتاعها عملت كومبلي مسرحيه بالعربيه تحكي على تاريخية معناها تحكي على إبراهيم الأغلب كومبليت 3 أيام تقول الناس تحب على حاجة تحب على خطاب جديد تحب تفهم تحب تكتشف ومش هكا برك يظهر لي العباد قاعدة تشجع في الفن تخرج بالعاني تتعنى تقول تعجبني مسرحية ولا ما تعجبنيش الفيلم يعجبني تونسي ولا ما يعجبنيش أما أنا باش نمشي كرد فعل ممكن على الظواهر السلفية المتعصبة فثم رد فعل معناها جميل اي رد فعل جميل من التوانسة ومن الجمهور التونسي انه اي باش نمشي للسينما نشوف فيلم تونسي باش نمشي نشوف مسرحية ما تضحكش انا نحب نمشي نشوفها
نعتبره انا فنان عالم اجتماع معناها ماهوش مش هكا نتاع هي الشهره والسكسي ولا شنيه ولا مش نعمل بوز مش هذا الفنان لا فنان اعمق من هكا ودوره مهم في الفتره هذه لانه الناس توا قاعده تتمن بالفنان اكثر من اللي تمن بالسياسي واكثر من اللي تمن بالكوارجي واكثر من اللي تمن بشبيه الفنان يلوجوا على الحاجه الملتزمه يلوجوا على الحاجه المخدومه بالباهي ومبنيه بالصحيح والشعب في حاجه معناها في حاجه الفنانين معناها صامدين شنو مش نحكيوا على النضال والصمود معناها وع وع لا لا اخدم فنك بالكدا باحترام وبنظافه وباحترافيه كبيره وقدموا للعباد العباد تجيك ويزين اخي ما كملناش الساعه هذا هو شو هذا لا على كيفك على كيفك على كيفك مرسي مرسي جمال يعيش واحنا ان شاء الله نتقابلوا في انتخابات جاية في الحلقة الجاية من بيرش خليك في فاتحة الهوسة مرسي نقول بحكم انه هكا معروف شوية ومشهور اي باش نقوم بحملة إعلامية كبيرة باش نقول للناس بربي ماليش قندط كيشة امشيوا انتخبوا واعطيوا صوتكم باش حقنا كتوانسة ما يضيعش بين ناس كي موتاتو لات اوفيلاد ما نجموش يخليونا نعيشوا في مناخ اجتماعي ومناخ سياسي ومناخ متاع حريات الناس كل بجاه ربي نمشيو وانتخبوا نعملو بطوق ميت جوكيت ساقات